السلام عليكم أيها الأصدقاء، أقوم بسحب من هذا الموقع. كنت بالإيداع يعني 19 تي ار اكس. نعرفه المبلغ الذي أودعنا هنا، هنا نقوم بالسحب كذا، السحب من هنا بهذا الشكل. هنا غادي نسحب 1.71، سنقوم بالسحب هنا، غندير كلمة المرور بشكل هنا بهذي، ونقوم بالسحب عشان أراها اسم السحب هنا. صغير قليلا، نسحب على الواليت، ننتظر قليلا. قال لك تم إرسال تقديم الطلب، ننتظر قليلا. ها هو وصلنا السحب، أوكي. كما ترون ها هو السحب من الموقع الصادق، الموقع الصادق أصدقائي، عشرة تي آر إي، يعني 1.5 تي آر إكس، 1.71. يعني كل شيء أمامكم، يعني طريقة تشغيلها سهلة، كاين شي صعوبة أو لا شي حاجة، الطريقة راه سهلة للغاية. كل يوم يعني ممكن دير الإيداع كل يوم أول 24 ساعة، تدخل أنا درت الإيداع من هنا، من هذه الخانة هنا درت أنا الإيداع. نرى الإيداع، هالإيداع الذي وضعت أنا، عملت كما تروا، ها عملت 14، ها هي 14، وعملت هنايا 5، يعني كناخد 1، وكدير الإيداع بجميع العملة. أي عملة عندك دير بيها الإيداع، تي إر إس، يو إس دي تي، أي عملة. كما ترون أصدقائي، طريقة سهلة، وهنا كل يوم تضغط هنا على هذه المنطقة، كل يوم هنا كتستلم. شوف شحال سحبت، سحبت 1، 2، 3، 4، دابا خدمت عليه 1، 2، 3، 4، 5، 5 أيام، يعني بعدا درت عليه الإيداع بخمسة تي آر إكس، يعني المجموع 5 و4 و14 هي 19. هنا تضغط كل يوم، تضغط على هذه الخانة، ها هما السحوبات، شي هذا هما السحوبات، ها هي يعني 5، هنا 26، واحد النهار ما سحبتش، هنا ما دخلتش، ها هو يومين. شغل في أي الأيام اللي ما سحبتش منو أنا، ما دخلتش كما ترون أصدقائي. كانت تهديد، طريقة راه سهلة، كتشارك الرابط مع الأصدقاء هنا عبر الفيسبوك أو الواتساب. الطريقة راه سهلة أخوتي. السلام عليكم ورحمة الله.